السادس عشر جونفي 2013. الرعب، الخوف والحزن صفات ارتسمت على محيى عمال المركب الغازي تيغن تورين بعد الاعتداء الإرهابي الجبان. سنتان بعد ذلك تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران من جديد بعد أن رفع عمال المركب التحدي من أجل إعادة قطار الإنتاج إلى السكة. إنتاج هنا يبزير بشوية بشوية ويولي حالة اللي كان فيها مقبل إن شاء الله. مرضنا بجرتها نفسانية، كان اللي ما رجعش يخدم وكان اللي ولا وكان اللي جاء واحد في بلاصته. هو لسان حال عمال المركب الغازي لتيغن تورين بعد مرور سنتين من الاعتداء الإرهابي، اعتداء كاد أن يبقي من المصنع مجرد أطلال للذكرى لا أكثر. عجلة إنتاج المركب الغازي تعود للدوران مجدداً بعد دخول الوحدة الثانية حيز الإنتاج، لتبقى الوحدة الثالثة فقط قيد الترميم. CPA سيتادير السنتر بروسيس فاسيليتيز تاع البروجي عامناس، هذه سي لا رونتري برينسيبال سي لو سلوكاتشر. بعد السلوكاتشر هنا تلقى لا بروميير سيباراسيون تاع الغاز اي لو كوندونسور، وكان الماء لو جيتيو. بعد كان لو غاز يروح لنا لي 3 تران، تران 1 تران 2 اي لو تران 3. تران 3 اكتيرمون الاي ال ار اي اوندوماجي كيما تعرفوا انتم الدنيا تاع 2013. في 2013 كانت الوحده الثانيه والثالثه كانت قد تضررت، وبعد ذلك تم ترميم وحده ثانيه ودخلت في الانتاج. وفي 2014-2015 تم اتفاق لترميم إعادة ترميم الوحدة الثالثة، والآن كما تشاهدون الأشغال راهي تجري يعني بصفة يعني جد حسن. الطاقة الإنتاجية للمصنع في نسق تصاعدي لعدة أسباب، أهمها الزيادة النسبية في عدد العمال المقدرة ب 1400 عامل، عودة الخبراء الأجانب لشركات ستاتويل بي بي والشركة اليابانية جي جي سي. Actuellement nous sommes à 1450 inclus. Bon, ça concerne le personnel sonatrach, le personnel des filières sonatrach comme GTP, GCB, on a aussi GGC, on a Petrofac. On est à 1400. D'ici le mois de mars, on va dépasser 1500. Eh, حقيقه يعني الاجانب راهم ولاو بصفه عاديه وراهم يمارسوا العمل تاعهم يعني بكل حريه هنا في تيغن تورين. منهم اليابانيين ومنهم عليه كل الجنسيات، حتى الانجليزيه والنرويجيه. رانا عليه الان حوالي 30% أجانب. استراتيجية جديدة يقوم عليها المركب الغازي بالشراكة مع سون الغاز لإيصال الكهرباء إلى مدينتي إليزي وعين ميناس عن طريق استحداث مولد مركزي بمدينة إليزي يشغل عن طريق الغاز. Oui, c'est suite à l'accord de Sonatrach pour alimenter les villes de Jeannette et Elysée pour alimenter les centrales électriques. Ça ne nous pose pas de problème. Nous pouvons être prêts d'ici le mois de septembre 2015. De notre côté, nous pouvons être prêts à partir du mois de septembre 2015. مركب تيغن تورين لا يهتم بالإنتاج الصناعي وفقط. الحفاظ على البيئة هو كذلك أولوية سوناتراك وشركائها بالمنطقة، شراكة توجت بشهادة إيزو 14001 العالمية. Que la Sonatrach, son premier souci est la préservation de l'environnement et la préservation aussi des ressources souterraines. Pas de rejet nuisible, pas de rejet des produits dangereux dans la nature, et aussi pas d'abus en termes de consommation des ressources souterraines comme l'eau par exemple. Aussi, on a un contrôle rigoureux de la qualité d'eau à injecter. قاعدة الحياة تيغن تورين تشهد هي الأخرى إعادة تهيئة وتجهيز للمرافق الحيوية لضمان راحة عمال المركب. On a refait la peinture de toute la base.
On a fait on a commencé bien sûr par les réparations, effacer les traces de l'incident. Nous avons un programme d'espace vert qui est en cours. D'ici l'année prochaine, inchallah, notre base de vie sera complètement différente. الماكلة ناكلو مليح، نرقدو مليح، النظافة كاينة نظافة، يعني متهلين في الحوايج هذيا. هي العودة الفعلية للمركب الغازي لتيغنتورين، عودة تحمل معها آفاق وبرامج تنموية جديدة.